يعني انت ما عندك عمارة. انا قلت من تصير عندي عمارة بهالنوعية هاي ايش قد تسوي؟ لا صار لك ساعة ثبرتني وتثلم راسي شقق، ما عندك عمارة؟ يابا انا جايك لسببين مهمة. شنو هن؟ السبب الأول أريد أعرف هالعمارة ايش قد تجيب فلوس. حلو. السبب الثاني أريد تفسير لهذا الحلم مالتي. بسيطة، شوف التفسير الأول هو واضح أنه العمارة تسوى لها مليار. حلو. التفسير الثاني قلت لي انت كم شقة بيها؟ 48 شقة. حلو. مقابل كل شقة شلاق ايش قد راح يصير؟ 48 شلاق. 48 شلاق. وعندك المحلات ايش قد؟ 12 محل بس حيل كبيرة. حلو. يعني راح يصير 48 شلاق و12 دفرة. ماشي؟ حسبتني على الشقق والمحلات. بس الجراج ما حسبتني على الجراج. ما راح احسبه. ليش؟ ليه راح ادفنك بيه؟ امشي اطلع برا، امشي اشوف غير شراي. امشي. عمارة كلش حلوة، كلش حلوة.